تنتهي بركله ركنيه هي الرابعه في اللقاء لنادي تشيلسي. الكرات العاليه على طول صراع تتصلح الكوره ويا ديجو كوستا وكاهيل وجول جول تشيلسي جول البلوز عن طريق اللاعب جاري كاهيل في هذه الركنيه. الكره تسقط وتعود والمتابعه والهدف الاول للبلوز عن طريق اللاعب جاري كاهيل الذي سجل في مرمى ليفربول وكان قد سجل في مرمى برادفورد. يسجل جاري كاهيل هذا الهدف الذي يعطي طمأنينة ومصافحة من جانب اللاعب طبعا دروجبا. وما زال نادي باريس سان جيرمان في مباراة اليوم طبعا اللي بيلعب بعشر لاعبين كان الأقرب انه يسجل صفحة من جانب اللاعب طبعا دروجبا. وما زال نادي باريس سان جيرمان في مباراة اليوم طبعا اللي بيلعب بعشر لاعبين كان الأقرب انه يسجل ولكن خبرة لاعبي نادي تشيلسي ادي تقلش من ديجو كوستا. تجد اللاعب امامنا هو اللي متابع اللي متواجد جاري كاهيل زي ما قلنا. اذا الامور لم يسجل كوستا ولا هازارد لكن ياتي بها هذه المره اللاعب جاري كاهيل اللي بيتابع القلشه بتاعت هذا اللاعب. وادي امامنا هنا ماركينيوس يهرب منه جاري كاهيل في هذه الكره وهذه الرقابه الغائبه والفرصه بقى تاتي ومن خلال يعني ادي الكره هاف فولي حلوه قوي لطش الكره حلوه قوي قوي الحقيقه جاري كاهيل لياتي بهدف في دقيقه واحد وإطار الربع النهائي. ولكن هناك من يجمع بينهما من خلال تاريخه مع تشيلسي ولكن يأتي بهدف التعديل في هذه اللحظات. البي ال جي يأتي بالتعديل في وقت في وقت قاتل وفرحة كبيرة وسعادة كبيرة. ومورينيو في هذه الكرة وفي هذه اللقطة بص شوف ديفيد لويس يا عيني يا عيني يا عيني رشقة 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 الكرة عشان تبقى هدف التعديل. جاري كاهيل سجل وديفيد لويس يعادل في الدقيقة كام؟ الدقيقة 85 في هذه الكرة الثابتة ومن خلال هذه المحاولة سبق إيفانوفيتش وديفيد لويس أمامنا هو سعيد الذي سجل في مرمى إيفيان وفي مرمى نادي لانس وكان سجل في مرمى البارسا في فوز البي اس جي على البارسا. لورون بلان يأتي بهدف التعديل وقد نصل إلى الوقت الإضافي إلى ركلات الترجيح بعد التعادل. موسم سجل 14 هدف سجل في مرمى ميري مور هدفين منهم هدف من ركل الجزاء متخصص الكرات الثابته ومتخصص ركلات الجزاء. النجم اللي امامنا هو ايدن هازارد يلعبها في الشباك وفي الشباك جول تشيلسي جول البلوز جول البلوز. امامنا هنا مع الدقيقه السادسه من الوقت الاضافي الاول والهدف ياتي ويتقدم فريق نادي تشيلسي في لحظات هذه المباراه لتصبح النتيجه 2-1. ركله جزاء هازارد شوف سيريجو حطها ايه حطها حلوه قوي حلوه حلوه ايه في نصف المرمى خلى حارس المرمى سيريجو طمع في الزاويه اليمين وسجل اللاعب امامنا ايدن هازارد هدف يعني ايه هدف باقتدار حقيقه في هذه اللحظات. ادي امامنا هنا التحام بص شوف دروجبا مع ديفيد لويس وادي لمسه اليد هنا من جانب تياجو سيلفا ده توتر واعصابه طبعا كقائد وكنجم.